اول حاجة الهدف هو ان احنا نكون مع بعض ونتناقش. بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. هل دخل وسيم يوسف المسيحية؟ ولماذا وسيم يوسف يرد على وصف المشكك بالبخاري بالجاهل او المنحرف؟ الحقيقة اعلن الداعية الاماراتي وسيم يوسف عن الانتهاء من كتابه الجديد حكمة المحكمة، والذي يروي فيه تفاصيل محاكمته بقضية البخاري حسبما اعلن الاثنين، ورد على شخص نشر مقطعا للداعية السعودي صالح الفوزان حول التشكيك بصحيح البخاري. وكتب يوسف عبر صفحته على اكس تويتر سابقا: اليوم توقيت امريكا، تم الانتهاء من كتاب الجديد لله والحمد والمنة. طب انت بتدعو الى الله وشيء جميل. وتابع الداعية الاماراتي قائلا: قريبا في الاسواق كتاب الجديد حكمة المحكمة، تفاصيل محاكمتي حول قضية البخاري ومرفق به ملف الشكوى من المحامين والتهم التي بالملف، وتم حذف اسماء المحامين جميعهم، وذلك لان الكتاب لله ثم التاريخ. واردف يوسف قائلا: قمت بتاليف لاخلد قصه محاكمتي للاجيال القادمه، وحتى لا انال اسم المحامين، يعني خطيه المحامين يعني، من الاجيال القادمه. قمت بحذف اسمائهم من الكتاب خشية تطاول الجيل القادم عليهم، وبالكتاب تفاصيل الحكم والشكوى والبراءة. ورد أحد مستخدمي إكس على الداعية الإماراتي بفيديو للفوزان يصف فيه من التشكيك بالبخاري بأنه إما جاهل أو منحرف، وأن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد القرآن. وكتب يوسف ردا على صاحب الحساب قال فيه: سأرد عليك، يقول شيخك أن من شكك به جاهل أو منحرف، أليس كذلك؟ إليك أسماء علماء جهابسة شككوا به: محمد ابن يحيى الزاهلي، أبو زرعة الرازي، النووي، ابن حجرة، البقلاني. فهل شيخك يقصد بهؤلاء؟ طبعا سنقول هؤلاء علماء وهو لم يقصدهم، وأقولهم أولى بالرد عليهم فهم أعلى من حسب قولي. سأرد عليك، يقول شيخك أن من شكك بي هو جاهل أو منحرف، أليس كذلك؟ هناك أسماء جهابسة شككوا في البخاري: محمد ابن يحيى الزهري، أبو زرع الرازي، النووي، ابن حجر، البقلاني. هل شيخك يقصد هؤلاء؟ طبعا سنقول هؤلاء علماء. نعم راعي من يشكك في البخاري ويطعن فيه يا دكتور وسيم، أتحداك وأتحدى سلابك يردون على الشيخ العلامة صالح الفوزان. الحقيقة الكاملة التي سوف نتناقش: لماذا تطاول وسيم؟ بالفيديو وسيم يوسف يثير الجدل حول إنكار عذاب القبر. يقول أنه ليس هناك عذاب للقبر، ده ما أقاله وسيم يوسف، وهكذا رأى رأي دار الإفتاء. أصار الداعية الإماراتي ومستشار الشؤون الدينية وسيم يوسف بتصريح عن عذاب القبر وحكم إنكاره جدلا وتفاعلا كبيرا على منصة التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا. تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره يوسف وسيم على صفحته بمنصة اكس، اكد فيه انكار عذاب القبر جزء من الجهالة، وان من ينكر عذاب القبر انسان لا يفقه الامر، الذي اثار تفاعلا وردودا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسط تجدد الجدل ان كان عذاب القبر حقيقيا ام لا. هل يوجد عذاب القبر؟ يوسف في وجه جديد يقول ويعد الجدل الذي دار نشر وسيم يوسف مقطع فيديو يوضح رأيه قائلا: لما اتكلمت عن عذاب القبر وان انكار عذاب القبر نوع من انواع الجهالة، وان من ينكر ذلك ما عندكم اسناد والايات التي تستدلون عليها هي ضدكم وليست معكم،
ويخرج لك احد يقول كيف يحاسبك الله قبل الحساب، ازاي ربنا يحاسبك قبل يوم الحساب، ومن بعثنا من المرقد. كل هذا عندي له ردود، واتمنى اخرج اناقش اي حد ينكر عذاب القبر. واضاف الاكاديمي الاماراتي، اول حاجة لما تقول كيف الله عز وجل يحاسبنا قبل حسابنا يوم القيامة، الله عز وجل يحاسبنا حتى في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. هذا حساب دنيوي ومازال لم يمت، لكن الفرق بين ديمومة الحساب والحساب المؤقت هذه مسألة. المسألة الثانية لما تأتي تقول كيف يوجد حساب قبر، والله عز وجل يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. كيف مرقدنا كانوا نائمين ما يعرفون اولا القبر، مش فندق تذهب اليه تنام، ثانيا انت لم تذهب الى عذاب القبر ولا انا. فمسألة الانكار يحتاج الى دليل مني او منك، اما النفي المطلق فهذا لا يجوز يا اخ وسيم. تفاجأت صباحا بحجم الردود على وجود عذاب القبر ام لا، فاحببت ان اتكلم. تكلم يا سيدي. رأى دار الافتاء المصرية في مسألة عذاب القبر، كانت دار الافتاء المصرية اوضحت حكم عذاب القبر وهو ثابت في النصوص الشرعية، اما ان به خلافا حول انكاره، حيث سبق ان تلقت الدار سؤالا من شخص يقول ما حقيقة عذاب القبر، حيث ان هناك من ينكره بحجة انه لا دليل عليه من القرآن الكريم. في رده اوضح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء ان عذاب القبر ونعيمه من الامور الغيبية التي لا تعلم او لا تعلم الا عن طريق الوحي والايمان بالغيب. هي اول صفة لل متفقين او المتقين او الذين يعلمون. جاءت في القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى هديا للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. واضاف فضيلة المفتي السابق في رده عبر بوابة الدار الرسمية انه قد ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة من السنة النبوية الشريفة التي امرنا بالاخذ بها وتصديقها، كما قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الحشر 7. وأخبرنا سبحانه أن كل ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم كما يقال في الإسلام فهو وحي يجب الإيمان به، فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، النجم 3-4. ورد في القرآن الكريم ما يدل على عذاب القبر في قوله النار يعرضون عليها عدوا وغشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا الفرعون أشد العذاب. معرضهم على النار عدوا وغشيا وعشيا، وهو ما يلقنه في البرزخ من عذاب القبر قبل يوم الساعة وبعدها يدخلون أشد العذاب. وكذلك بقوله تعالى ولو ترى أن الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اخرجوا بأنفسكم اليوم تجازون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آيات تستكبرون، الإنعام 93. لأن قبض الملائكة لأرواحهم عند الوفاة يليها عذاب مباشر، بدليل قوله تعالى اليوم وهذا يكون قبل القيامة أي في القبر. وأكد عضو هيئة كبار العلماء أنه ليس في الإيمان بالغيب ما يحيل العقل، ولكن فيه ما يحار فيه العقل، غير أنه يجب التنبيه على أن الإكثار من ذكر عذاب القبر والتركيز عليه دون غيره منهج غير سديد، بل على المسلم أن يستنير بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقال في الإسلام بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا
متفق عليه وقوله انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه البخاري في صحيحه. وقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلع عقولهم الا كان لبعضهم فتنه، رواه مسلم في صحيحه. والله سبحانه وتعالى ايضا اعلم. اقرا ما حكم القران بسوره جامعيه والافتاء جائز شرط، هل يسقط الدين شرعا او سامع فيه صاحبه امين فتوى يجيب. اشترط على زوجي الا اطالب بمراسي منه اذا توفى. اشترط علي زوجي الا اطالب بمراسي منه اذا توفى. هذه اقوال واحاديث وسوف نتكلم عليها، ونطلب من الله ان يرفع عنا الغلاء والوباء. وهنكمل موضوعنا. اشكركم على استماعكم للفيديو الجميل، وانا سعيد جدا بكم. سلام الرب يكون معكم. لا تنسوا اشتركوا بقناة الملك.